أين تذهب أعمارنا؟ من يصدق ما شاء الله وصلنا إلى العمر الـ15 بصوت زميلنا أحمد العبد الكريم العمر الاجتماعي، نسمعه ونرجع. أين تذهب أعمارنا؟ الـ15 العمر الاجتماعي هو الوقت الذي يقضيه الإنسان في حياته الاجتماعية المحيطة به، الكتب، الصداقة والصديق لأبو حيان التوحيدي، وكيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنجي، ورد البلاء بصلة الرحم لمصطفى حقي. تفضل دكتور. شوف، تكلمنا زي ما قلت عن الأعمار، بقي المسار الاجتماعي، والحقيقة هذا أنا أربطه العينات الثلاث: عرس، عزيمة، عزاء. عرس، عزيمة، عزاء، تجد الإنسان هذه الأساسية. أيضا تجيك ظاهرة الاستراحات، المخيمات الدورية اللي هي الدورية لكل أسبوع على واحد، مطاعم، المقاهي، السوشيال لايف، هذه الكثيرة كثيرة مرة عندنا، والحقيقة تستقطع. يعني غازي القصيبي لما سألوه أنت كيف ما شاء الله ناجح بهالشكل، وزير وأب وتألف، قال تنازلت عن نصف حياتي الاجتماعية، مو لازم كل عزيمة أروحها، مو كل عرس أروحه، مو كل كذا أروح، الأشياء اللي مرة تحتم علي أني أقضيها من باب الواجب. الاستراحات أصبحت يومية، يعني أنا أعرف واحد صديق لي 3 ساعات من يومه كل يوم في الاستراحة، 3 ساعات أخصمها من 24 ساعة تطلع رقم معين كبير. يعني أيضا الشاليهات، هذه كلها السوشيال لايف، القرابة، صلة القرابة، صلة الرحم، طبعا بلا شك جيدة، بس صلة الرحم، زيارة المريض، هذه كلها مجموعة في قولك العمر الاجتماعي. ولكن الإسلام دائما يوصي زر غبا تزد حبا، زيارة المريض ما تكون من 5 دقائق. بعض الناس حياته في وأعرف واحد كل يوم معزوم، يقول لي أحمد خذها قاعدة كل يوم، قلت له كم؟ 7 أيام. قال لا، أحيانا 8 عزائم في الأسبوع، كل غدا وعشاء. متى تقرأ؟ متى تشوف أولادك؟ متى تهتم بنفسك؟ فأتمنى نعيد النظر في موضوع السوشيال لايف، بحيث أننا نقنن السوشيال لايف اللي هي الحياة الاجتماعية، زي السوشيال ميديا، السوشيال لايف اللي هي الحياة. بعض الناس تجد انطوائي مرة ما يروح لحد، هذا ليس جيدا. وأيضا بعض الناس 24 ساعة مع الناس. غير كذا أنت تدخل مثلا كتاب ابن حيان الصداقة والصديق، مبين لك، تدخل في آداب الحديث، الغيبة، النميمة، تعرف الحياة الاجتماعية تجر معها المخاصمات، المزح الثقيل، الجدل العقيم، المدري. العمر هذا يحتاج تأمل منه، يحتاج أيضا توازن، لأنه حلو أنك تكون اجتماعي طبعا، بس ما يكون بزيادة مفرطة على حساب الأشياء البقية في حياته. سقراط يقول الإنسان اجتماعي بطبعه، إيش يقول المصريين؟ الجنة بلا ناس ما تنداس. ما اختلفنا، أنا أتكلم عن أنه الناس من ما تحب الجلوس في البيت، فطول وقت وتلاقيه في السوشيال لايف مع الناس، وإذا خلص من الحياة الحقيقية راح للحياة الافتراضية في السوشيال لايف. يعني الحياة الاجتماعية هذه ممكن ندخلها، بس احنا خليناها العمر واضح، الشاشات مختلف. جميل. طيب